جيبي قارورة وغادي تهني من مشكل كيواجهك مع غسالة الملابس وكذلك غسالة الأواني. جبت لك مجموعة من التدابير والأفكار المنزلية، كذلك مجموعة من الوصفات التجميلية ووصفات الطبخ. فإلا كنتي مهتمة خليك معايا حتى لآخر الفيديو. الا بغيتي الليفي ديال الكوزينه يبقى دائما كيشعل وفيه واحد اللمعه زوينه كانه جديد، فتدبيره مفيده غادي تجربيها وغادي تنفعك. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نستعمل الملمع ديال غسالات الاواني، راه موجود كيتباع، ممكن انكم تشريوه، يعني ماشي بالضروره تكون عندكم غسالات الاواني باش تاخذوه، لان عنده استعمالات كثيره. فمن بعد ما كتنظفوا الليفي ديالكم رشوا عليه واحد شويه ديال ملمع الغساله ديال الاواني، كيخلي فيه واحد اللمعه وكيخرج داك الاينوكس ديالو كيشعل. هكذا كيبقى لكم جديد، كيبقى لكم المنظر ديالو زوين صراحه، ممكن محسن من انكم تشوفوا الليفي كيلمع بهذه الطريقه هذه، وشوفوا ما شاء الله اللمعه اللي كتبقى فيه. وكذلك راه غادي تحافظوا عليه حتى من دوك النقط ديال الكالكير اللي كي من بعد كيتحولوا للصدأ. فإلا كنتو مره كدوزوا ليه مسحه خفيفه بهذاك الملمع فكيبقى لكم جديد. وقولوا لي مبروك، راه بدلت الليفي ديال الكوزينه، كان عندي واحد الليفي قديم صراحه كان كله متقب من هنايا، كان مصدي من الجناب، مهم كان مكرفصني بواحد الطريقه خايبه بزاف. فملي سافرت لقيت الزوج ديالي بدلو الحمد لله، وقررت انني نولي نستعمل ليه هاد الشبكه هذه ديال السيليكون، راها موجوده كتباع، باش هكذا واخا نحط عليه شي حاجه ما غاديش يتجرح وغادي يبقى ليا نقي. راكم عارفين شي حاجه كتكون عندكم قديمه وكتبدلوها كتبغوا تحافظوا عليها، فباش يبقى لكم زوين ديروا هاد الشبكه هذه. راكم عارفين حنايا كنستعملوا اواني ثقيله بحال الطاجين بحال القصريه، فكيقدروا يجرحوا لينا الليفي، وهكذا كنحافظوا عليه. دوزتي الصيف ورجعتي بواحد الوجه اللي هو محروق ويدين محروقين، جبت لك هذا الماسك هذا اللي زوين ضد حروق ديال الشمس، فيه جوج ديال المكونات فقط. فما عليك الا تبعي معايا الوصفه حتى الاخير وغادي تكتشفي النتيجه بنفسك، الا جربتيه غادي يولي عندك معتمد دائما. بالنسبه للماسك كنحتاجو فيه جوج ديال المكونات اللي ساهلين وموجودين في جميع البيوت، يعني ساهلين ماشي مكلفين كاع. خديت هنايا البول وغادي ناخذ نشا ولا مايزينا، غادي ناخذ تقريبا غير انا غنصيب كميه ديال الاستعمال واحد باش هكذا ما يشدش ليا نهائيا. غادي ندير كميه غتكفاني ليدي ولوجهي، تقريبا هنايا واحد ملعقه ديال النشا. والمكون الثاني اللي هو ياغورت الطبيعي بدون نكهه، ماشي يعني ياغورت اللي يكون مسوس كما تنقولوا. غادي ندير واحد المعلقه اللي غادي تكفاني باش نخلط باش تجمع ليا لابط صافي، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم صافي. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو في هاد الماسك هذا، ما كاين ما سهل منه. نزوهم مزيان مزيان حتى يندمجوا. عرفتوا هاد الماسك هذا اذا داومتوا عليه راه غتهناو من شي حاجه سميتها داك الاسمرار ديال البشره، اولا داك اللون اللي كيجي ما برونزي ما والو، كيجي واحد اللون خايب ومع الوقت كيكحل وكيعطي واحد الكحوليه اللي هي خايبه. صافي تتابليكيو هكا على البشره ديال الوجه ديالكم العنق واليدين، خلوه حتى ينشف تماما وغسلوه، راه تيعطي واحد النتيجه واعره واعره بزاف بزاف، خصوصا في الايامات الاولى يعني قبل ما يقدموا دوك لي طاش ويتحولوا الكحوليه، يعني ما حدهم كيكونوا باقيين حمرين. ديروا هذا الماسك هذا يوميا كل نهار ديروه، عرفتوا كيبرد وكيعطي واحد النتيجه اللي هي رائعه الصراحه. هذه واحد الفكره لقيت الزوج ديالي دايرها بالنسبه للغساله ديال الاواني، بالنسبه للناس اللي يعني ما عندهمش لانستالاسيون في الدار بحالنا حنايا. هنايا راه غير بريكولين ليها هذه البلاصه لانه ما عندناش لانستالاسيون، راكم عارفين الديور ديال الكره ما كتلقاوش فيهم داك الشيء مقاد. فحنايا حطينا هنايا دايرين ليها هاد لاطابل هادي باش كنستغلها صراحه هاد لاطابل هادي. بالنسبه للجعاب ديالها فحنا دوزناهم غير من هنايا، كروشيناهم بهذه الطريقه هذه ودوزناهم من هنا. المشكل اللي كان كيوقع لينا هو مع الصرب اولا القرقاره،
فاش كنت كندوز ديريكتومون الجعبه في القرقره كانت مع لا بريسيون ديال لا فيسيل كان كيتخوى ليا الماء هنايا وكيعمر ليا كلشي الكوزينه كتعمر ليا بالماء. فهو اش دار؟ خدا واحد القرعه اللي هي هذه، دار هاد السيستم هذا راه معروف سيستم، يعني غادي تلقاوه في فيديوهات ديال الناس وحدين اخرين. خدا قرعه تقبها من الجن، دخل فيها التيو هذا ديال لافيسيل، وهنايا قاد ليها هاد الدخله ديالها بهذا الشكل هذا، بحيث كتبقى بهذه الطريقه هذه انفو كتخدم كيبقى كيخرج الماء هنايا وكيعمر هنا وكيهبط بهذه الطريقه، ما بقاش كيبقى ليا داك المشكل نهائيا ديال ان الجبه كتبقى تحيد وكيبقى يتخوى ليا الماء هنايا في الارض. صافي بهذه الطريقه هذه كيدوز الماء ديريكت وكيهبط بكل سهوله. صافي هذه القرعه هذه ملي كنسالي منها كنزولها. بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل هذا بالنسبه لغساله الاواني اولا حتى غساله الملابس، فديروا هذا السيستم بحال هكذا كيف ما شفتوا باش ما كيوقع لكمش هذا المشكل. فشاركت معكم هاد التدبيره فقط الافاده. وهنايا بغيت نوريكم هاد السيستم هذا النتيجه اللي كيعطي. كيف ما كتشوفوا الماء كيهبط في القرعه ومن بعد عاد باش كيهبط في القرقره اعزكم الله بدون ما كيسيح في الجوانب. غادي ندوزو الوصفة اللي غادي نقترح عليكم اليوم اللي هي لي بات بواحد الطريقة ساهلة. خديت هنايا كوكوط أولا طنجرة، درت فيها زيت المائدة، غادي نزيد ثلاثة ديال الصوص يكونوا بحجم متوسط اللي غادي نحكم. طبعا لاسيس أولا تدبيرة اللي شاركت معكم المدة هادي أنكم بلا ما تحتاجو تقشرو التومة كتحاولوا أنكم تحكوها وراح كيبقاو ليكم القشور في المبشرة من الفوق، يعني كتقتصدوا الوقت وحتى المجهود حتى الا كانت عندكم كميه كبيره فراه غتلاحظوا الفرق. صافي هنايا غادي نضيف طريفات ديال الدجاج، انا كانوا عندي ديجا في المجمد يعني واحد قياس ديال صدر واحد ديال الدجاج اللي قطعته طريفات كبار، زدت عليه شويه ديال الربيع قزبر ومعدنوس. وغادي ندوز للتوابل اللي كنحتاج فيهم ملعقه ديال التحميره، ملعقه ديال الخرقوم، ربع ملعقه ديال الليزار، وشويه ديال السكينجبير ربع ملعقه، والملح طبعا على حسب الذوق. صافي غادي نشحر هاد الدجاج هذا مزيان في التوابل، غنضيف واحد شويه ديال الماء باش هكذا ما يعني ما كيتحرقش. انا هنا غير نسيت ما خرجتش من المجمد من قبل، يعني خليه حتى يدي كونجلا. من بعد ما يعني تشحر غير شويه ماشي يعني يدخلوا الطياب، غادي نضيف عليه الماء يكون غليان يكون طايب. القياس اللي غادي يطيبوا ليا فيه لي بات مره واحده. من بعد غادي تعزلوا النوع ديال لي بات اللي كتفضلوا. انا تندير هاد لي بات على شكل فيس. تقريبا هنايا عندي شي 300 غرام بحال هكذاك ديال المكرونيه، كنخليها تطيب حتى كيدخلها الطياب، من بعد كنزيد واحد المطيشه محكوكه، ممكن تعوضوها بملعقه كبيره ديال مركز الطماطم، وصافي كنخلي هذوك لي بات حتى كيشربوا ديك لاصوص كامله اللي كتكون. وهذا هو الشكل ديالهم، راه كيجيو بنانين بزاف بزاف. خليهم ضروري يشربوا لاصوص، ما يبقاش يعني نهائيا فيهم السوائل. كتجي هاد المكرونيه زوينه لذيذه وسهله وما فيها لا بصله لا حتى شي مقادير اخرى، ممكن ترشوا عليها الفرماج من الفوق راه كتجي لذيذه بزاف. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي اللايك ديالكم باش تشجعوني، وخليوا لي تعليق زوين اسفل الفيديو. بالسلامه عليكم.